السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ديال اليوم، وكنتمنى انه يلقاكم باحسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الكيراتين خطير البنات في ترطيب الشعر، كيرجع لك الشعر من خشن ومجعد الى شعر املس وحريري فقط بمكونات غير من المطبخ ديالك غتحضريه. هاد الكيراتين البنات راه صدقوني الا قلت لكم النتيجه ديالو غادي تصدمكم كيف ما انا فاجاتني. صراحه جربت هاد الكيراتين غير مؤخرا وغنقول لكم على جربته ملي غنبدا معكم في الوصفه. صراحه تفاجات بالنتيجه ديالو، ما كنتش متوقعها صراحه، ما نكذبش عليكم. المهم الوصفه راها زوينه بزاف، واي وحده الشعر ديالها ما عطيش يعني باهت، ما فيش واحد اللمعان، ما عطيش واحد الفوليم. ايضا الشعر ديالك الا كان الزغبه عندك واقفه وناشفه وشعرك يعني فقدتي الامال فيه، يعني شعرك متدهور بزاف ومتضرر من لي برودوي، من الصباغات، من الترطيبات الكيماويه، جربي هذه الوصفه غادي تشكريني عليها. واي وحده جربتها غادي تدعي معايا، انا متاكده. واي حاجه كنحطها لكم حتى كنكون متاكده منها ومتيقنه منها، وان شاء الله غادي نجربوه وحكموا نتوما، غادي تحكموا على الوصفه. المهم خليكم معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا المكونات وطريقه التحضير، لانها مهمه بزاف البنات باش تنجح معاكم ان شاء الله الوصفه. غير ما تنسونيش اي وحده كتشوف الفيديو دابا دعميني باللايك هكا باش تشجعيني على انني نوصل ان شاء الله، وكذلك باش الفيديو يطلع ويبان عند عدد اكثر من الناس، فباللايكات ديالكم هو باش غادي تشجعوني. وفضلا وليس امرا البنات، اي وحده كتشوف الفيديو تخلي لي لايك، وغادي ندوزو نبداو الوصفه ديالنا. نعطيكم المكونات وفي نفس الوقت تشوفوا معايا ان شاء الله طريقه التحضير. بالنسبه للوصفه ديالنا غادي نحتاجو فيها الفلفله الحلوه، فلفله خضراء عاديه كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه للفوائد ديال الفلفله انا غنخليهم لكم هنا باش ما نبقاش نقول لكم الفوائد ديالهم، المهم غنخليهم لك هنايا، نخليهم لكم هنايا على الفيديو باش هكا تطلعوا عليهم. بالنسبه للفلفله الفوائد ديالها كثيره البنات للشعر، ماشي غير الترطيب، حتى لتطويل الشعر، زياده الكثافه، ملء الفراغات الاماميه، كتمنع لك التساقط، تتقوي الشعر، كتحفز لك البصيلات ديال الشعر على النمو. الفوائد ديالها كثيره في تطويل الشعر. والوصفه هذه علاش انا استعملتها يعني بالذات، كيفاش جاتني الفكره؟ جاتني الفكره البنات من الوصفه اللي كان حطها عماد ميزاب، اللي كان قالها في واحد البرنامج ديال الفلفله، ديال زيت الفلفله لتطويل الشعر. من ثم يعني انا جاتني الفكره، بما ان الفلفله عندها فوائد كثيره بالنسبه يعني لتطويل الشعر وكذلك ترطيب الشعر، قلت غادي نجرب هذه الوصفه هذه اللي غادي نشاركها معكم. جربتها بواحد الطريقه اللي انا يعني درتها يعني الطريقه ديالي، وعطاتني نتيجه زوينه وقلت غادي نشاركها معكم. بالنسبه للوصفه اللي تكلمت لكم عليها ديال زيت الفلفله اللي كانت اثرت ضجه على مواقع التواصل الاجتماعي، ولي بزاف ديال النساء اللي جربوها وعطاتهم نتيجه بالنسبه يعني لترطيب الشعر وايضا تطويل الشعر. وغادي نشارك معكم ان شاء الله الوصفه. المهم غادي نحتاجوا الفلفله، ممكن ديروا وحده وممكن ديروا جوج على حساب الطول والكثافه ديال شعرك. انا غنستعمل هنا غير وحده، شعري قصير، المهم غادي نستعمل غير وحيده كيف ما كتشوفوا معايا. فكتغسلوا الفلفله كاول مرحله، ومن بعد تتحكوها في الحكاكه، كتحكوها البنات كيف ما شفتوا معايا، وكتبقى القشره، كتبقى القشره يعني رقيقه، ممكن تحكوها مزيان تتبقى غير القشره نتوما كي كتشوفوا معايا في الفيديو. فانا علاش حضرتها بهذه الطريقه بالذات؟ لان بزاف ديال التعليقات كيجوني فيما كنحط شي وصفه كنطحنها في الخلاط الكهربائي، كيجوني تعاليق ما عنديش الخلاط الكهربائي باش ممكن يعني نستعمل الوصفه كيفاش ندير. لهذا قلت غادي نحط لكم الوصفه بهذه الطريقه. البنات اللي عندهم الخلاط في الدار غيطحنوها في الخلاط الكهربائي، والبنات اللي ما عندهمش غيستعملوا هذه الطريقه هذه. المهم انا حكيت فلفله كبيره كيف ما شفتوا معايا، كلها حكيتها، ودابا غادي ندوزو باش غادي نصفيها، باش غادي نحيدو منها ديك الزريعه ديالها، ونحيدو منها مهم اي حاجه اللي تقدر تلصق لينا في الشعر ديالنا. المهم ها نتوما كي كتشوفوا معايا البنات، دابا غادي نصفيها هنايا في الصفايه، غناخد غير داك الماء ديال الفلفله. الماء ديال الفلفله راه خلاص هو فيه كاع الفوائد ديال الفلفله، وغني بزاف ديال الفوائد اللي راه كيف ما شفتوا معايا خليتها لكم هنايا على الفيديو.
المهم الفوائد ديالو هو من يعني الفلفلة الخضراء كتعتبر من أفضل العناصر الطبيعية للشعر، كونها كتحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات. هذا الشيء كيخلي الشعر يعني تيقوى، كتولي عنده واحد الكثافة. أيضا كتطهر لنا الفروة ديال الرأس من الميكروبات، الجراثيم، البكتيريا اللي كتسبب لنا في أمراض جلدية بحال الحكة بحال القشرة، وكترطب لنا الفروة ديال الرأس. هاد يعني الترطيب ديال الفلفله الفروه ديال الراس كيمنع لينا من القشره، يعني الجفاف ديال فروه الراس هو اللي كيخلي القشره كتكون لينا وكتجينا يعني في شعرنا. ايضا تتقوي الجذور ديال الشعر، لانها كتحتوي على نسبه كبيره من الحديد، وكتنشط لنا الدوره الدمويه، وكتحافظ لنا على القوه ديال الشعر وعلى الصحه ديال الشعر، وكتعطينا اللمعان للشعر ديالنا. المهم دابا من بعد ما كيف ما كتشوفوا معايا، انا كن يعني كنصفي هذه الكميه اللي عندي ديال الفلفله، كتصفيوها بهذا الشكل هذا. المهم انا هنا البنات حاولت ما امكن انني نطرق لكم جميع المراحل، لان بعد خطرات كنشرح شي حاجه بحال هكا في الفيديو وكنكون يعني بينتها غير شويه، كيجوني بزاف ديال التعليقات على يعني كيفاش الطريقه. داكشي علاش هنايا درت لكم جميع المراحل ان شاء الله في هذا الفيديو، باش اي وحده تفهم الطريقه. صافي دابا انا صفيت الفلفله كيف ما شفتوا معايا، هذه اللي حكيتها. بالنسبه الى طحنتوها في الخلاط الكهربائي على نفس الطريقه، غتصفيوها عاوتاني في الصفايه او في شي زيف تاع النيلو، المهم اي حاجه تصفي لكم، ولا شي ليبه غتصفيو فيها ماشي مشكل. دابا انا تحصلت على غير هاد الماء هانتوما كي كتشوفوا معايا ديال الفلفله. صافي دابا غادي نضيفوا ليه نشا الذره او المايزينا. هاد نشا الذره البنات بالنسبه للبنات اللي مهم، هذه كتباع عند المحلات الخاصه ببيع مستلزمات الحلويات، وايضا كتباع حتى عند البقال. غنحتاجوا منها الواحد الكميه كيف ما غادي تشوفوا معايا. المهم بالنسبه للكميه ديال النشا كتبقى على حسب الكميه اللي استعملتي ديال الماء ديال الفلفله. الا استعملتي واحد جوج فلفلات راه ديري واحد جوج معالق كبار عاديين ديال النشا. المهم بالنسبه لهاد الكميه اللي استعملت انا معلقه كبيره ديال النشا البنات. المهم غير باش تفهموا هكا باش تنجح معاكم ان شاء الله الوصفه، لان كاين اللي غتبدا الوصفه توصل لهاد المرحله هذه ودير غير شويه ديال النشا وما غتجيهاش الوصفه بحال الكريم، يعني تطبقها بحال الكريم على شعرها ما غاديش تجيها. المهم دابا غنخلط مزيان كيف ما كتشوفوا معايا، حتى وكان النشا ما تبقاش لينا مكوره لينا في هاد الماء ديال الفلفله، يعني تندمج وتذوب لينا مزيان وما يبقاوش لينا كويرات، لان الا درتوها على النار وهي مازال ما خلطتوها مزيان راه غتكور لكم على النار. خصكم تخلطوها وعاد تحطوها على النار تكون مهيله شويه، المهم متوسطه، واحد المده ديال 10 دقائق. المهم 10 دقائق ما كاملاش، ولكن ما تغفلوش عليها، يعني نتوما هي فوق النار وانت كتحركي تحركي تحركي اليد ديالك تكون قابطه هذاك الكاسرونه، باش هكا ما تخسرش لكم الوصفه، تلصق لكم لتحت في الكاسرونه وتضيع لكم. انا غنمشي دابا، والمهم انا رجعت معكم البنات. المهم راه مشيت درتها على النار ورجعت معاكم. هذا هو القوام اللي تحصلت عليه ديال الوصفه كيف ما كتشوفوا معايا. انا غنعاود نصفيها باش دوك الحبيبات ديال النشا الا كانوا تبقاو ليا هكا ما يلصقوش ليا يعني في شعري بهذا الشكل هذا. المهم صفيوها باش لا كانت شي حاجه المهم باقا مكوره ولا هذا ما تلصقش لكم في شعركم. المهم كيف ما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا، فالطريقه سهله وما تاخذش منكم ماكسيموم 20 دقيقه، يعني الوصفه تحضريها في 20 دقيقه دغيا دغيا، لكن النتيجه ديالها صدقوني الا قلت لكم رهيبه رهيبه رهيبه، وكتعطي واحد المفعول ديالها الزوين بالنسبه لترطيب الشعر. صراحه انا عجبتني والله العظيم البنات، الا انا زعما فرحانه انني نبارطاجيها معكم، لانها كتعطي نتيجه زوينه واي وحده جربتها غادي تعجبها. دابا البنات غنضيف معلقه ديال زيت الزيتون كبيره كيف ما شفتوا معايا. زيت الزيتون الزوين في هذه الوصفه، يستحسن ديروا زيت الزيتون البكر. بالنسبه لزيت الزيتون البكر البنات اللي كيسولوني عليه هكا في التعليقات، هو زيت الزيتون اللي كيكون من العصره الاولى، ما كيكونش فيه الملحه، كيكون خالي من الملح،
ولا ما كنتوش عارفين بان الزيت واش فيه الملحه ولا ما فيهش الملحه، غادي ديروه في حمام مريم البنات، غديروه في شي زلافه بحال هكا، وغديروه فوق كاسرونه على حمام مريم، كاسرونه فيها الماء وتحطوا فوق الزلافه اللي فيها الزيت، وغديروا ليه يعني بان ماري حمام مريم، ومن بعد غادي يبرد وغادي تستعملوه ان شاء الله في الوصفه. عندي هنا زيت الكوكو او زيت جوز الهند، بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش ممكن تعوضيه بزيت اللوز، المهم اي زيت كتستعملين شعرك غادي ديريه في هذه الوصفه، ماشي مشكل، ماشي بالضروره هادشي اللي درت انا، لكن زيت الزيتون راه زوين البنات بالنسبه للشعر في هذه الوصفه راه زوين، وديروا في هذه الوصفه ديروا زيت الزيتون راه زوين. بالنسبه لزيت الكوكو البنات اللي ما عندهمش زعما ما عندهمش كيفاش يديروا يكون عندهم، راه ممكن تعوضيه بزيت الجوجلان او زيت اللوز، مهم، او ممكن تكتفيو غير بزيت الزيتون، ماشي ضروري تزيدي شي زيت اخر، لكن زيت الزيتون راه زوين في هذه الوصفه. انا هنا غادي نزيد شويه ديال زيت الخرواع، لانني صراحه كنستعملوه في بزاف الوصفات ديال الشعر، لانه من بين الزيوت اللي تطول لنا الشعر ديالنا وما تيبقاش يعني يتساقط، ماشي ضروري غير كان عندكم، اللي ضروري هو زيت الزيتون البنات هو اللي ضروري في الوصفه، ديروه لانه كيعطي نتيجه زوينه مع الوصفه ديال الفلفله. هذا هو القوام اللي تحصلت عليها البنات، هانتوما كي كتشوفوا معايا. نتمنى ان شاء الله ان الطريقه تكون واضحه، وغندوزو دابا نقول لكم ان شاء الله كيفاش غادي نستعملوه بالنسبه لكيفيه الاستعمال ديالو. المهم البنات انا ضفت هنايا تقريبا واحد الملعقه صغيره ديال زيت الكوكو غير باش تعرفوا. صافي كنخلطوا المكونات مزيان حتى كيتخلطوا لينا. بالنسبه لهذه الوصفه ما كتلصقش في اليد بتاتا، ها نتوما في الشعر نهائيا، يعني كديريها كدهني بها شعرك وكتنشطيه كيبقى عادي بحال دهنتيه بالزيت، يعني ملي كديريها الشعر ديالك بحال دهنتيه بالزيت. المهم بالنسبه لكيفيه استعمال هذه الوصفه، كديروه على شعركم يكون نقي، يكون نقي البنات، يلا بحال تغسلوه اليوم ولا غدا ليه ديروا ليه الوصفه. طبقي على شعرك من الجذور، ما تخافوش منها، من الجذور ديال الشعر يعني من الفروه ديال الراس ديالك حتى الاطراف، وغادي تنشطوا شعركم مزيان، وحاولوا ما امكن انكم يعني تكثروا شعركم باش هكا تعطيكم ان شاء الله الوصفه نتيجه، وغتسرحوا شعركم مزيان وخليوه ساعه ديال المكانه البنات، ساعه ديال المكانه. ديروا لي واحد بلاستيك غذائي وخليو ساعد المكان، وان شاء الله يعطيكم نتيجه روعه روعه البنات، وان شاء الله غادي تجربوا هذه الوصفه وغتشكروني عليها. غير ما تنسونيش من اللايكات ديالكم، وما تنسوش ايضا تبارطاجيو هذا الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي وعند البنات اللي عندكم في الواتساب واللي عندكم في المهم الاصدقاء وكل شيء، تبارطاجيو معاهم ان شاء الله الوصفه. وبالنسبه لهذه الوصفه البنات المهم غتغسلوا شعركم عادي، يستحسن الا كان عندكم شي شامبو خالي من السيليكون خالي من البارابين، لانه واحد المواد اللي مضره بالشعر بزاف بزاف، وراه كاين شامبوانات غير تقراو تقراو يعني المكونات ديال الشامبوانات اللي ما فيهاش البارابين ما فيهاش السيليكون. ان شاء الله غندير لكم شي فيديو يكون خاص بالشامبوانات اللي مفيده للشعر، وهذه الوصفه غديروها مرتين بالاسبوع، وان شاء الله تعطيكم نتيجه روعه من الاستعمال الاول. هادشي اللي كاين البنات، نتمنى ان شاء الله الفيديو يكون نال اعجابكم، وغادي نتلاقاو ان شاء الله مع وصفه جديده. اللي عندها شي سؤال شي استفسار مرحبا، على الراس والعين بكل اللي فرح تخليه ليا اسفل الفيديو في التعليقات ان شاء الله نجاوبها. وتهلاو ليا في راسكم، نتلاقاو ان شاء الله مع وصفه جديده عما قريب، وفي امان الله.